أغلق تواصلك مع الخلق، وتواصل في خير أيام العام مع الخالق. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. يا مهموم، إن فارج الهم هو الله. يا مريض، شافي الأسقام هو الله. يا من تخشى على أبنائك الضياع، الهادي هو الله. يا من يطلب الزوجة، المزوج هو الله، أي قدرا وتيسيرا. والمرأة التي لا عبء لها، الذي ييسر نكاحها هو الله. كل الآمال، كل آمالك بين يديك، اسكبها بين يديك وارفعها إلى مولاك. قل يا رب، فإنه سبحانه قريب مجيب حيي جل وعلا، لا يرد يد السائلين. نوع، وعليك أيها الحبيب حتى يجاب دعاؤك بعد الحمد والصلاة على رسول الله في الافتتاح والختم. عمم دعاءك للمسلمين، اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين.